اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، اساتذتنا في النقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. استاذ محمد القوسي، ازيك يا استاذ محمد؟ مشرف ومنور. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا استاذ عصام. استاذ محمد، خلال هذه الفتره احداث، يعني احنا بنتقبل كل اسبوع مره، من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده احداث رياضيه كثيره وغير رياضيه ايضا كثيره حصلت خلال هذا الاسبوع. صحيح. يعني خلينا ناخد الناحيه الايجابيه في الامر. رايكم في اللي بيحصل في الوسط الرياضي خلال الفتره الاخيره ايه؟ الايجابي يعني على ندرته تطور. ما انا بقول لك. لا انا بص، في نقطه عمال يبص يمين. طب انا على ندرته قلت الاوز يمكن يقول لي. انا هقول لك حاجه، في نقطه قبل ما اخش في الايجابي والسلبي. قضيه شغلت العالم كله وقضيه مهمه جدا، قضية احترام وتقدير الأساطير. ما حدث من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجاه النجم الأسطوري زين الدين زيدان. القضية اللي لازم نقف عندها وما نعداش كده يا كابتن. وحضرتك ما سمعتش الانترو؟ ما انا سمعت بس يعني مش الجزء كله. لا يعني ده الكلام. يعني احنا بقى كصحفيين عايزين نتكلم في الموضوع ده الحقيقه. استاذنك يعني. لا لا اتفضل. يعني كيف نحترم الاساطير؟ ما هي قيمه الاسطوره؟ صحيح. لما يطلع رئيس الاتحاد ويتكلم، شوف الدنيا اتقلبت ازاي. اقل من 24 ساعه. ما بقول لك. ويطالب. الدنيا اتقلبت في فرنسا ازاي؟ والوزيره الرياضه في فرنسا تدخلت، ونجوم فرنسا بيتدخلوا ويكتبوا تويتات. صحيح. تقديرا لهذا النجم، هذا النجم لا يمثل زين الدين زيدان ولا يمثل ريال مدريد ولا يمثل نادي، بيمثل فرنسا كلها. ومن بابيه يؤكد ان زيزو هو فرنسا. ايه الجمال ده؟ عايز اطلع من ده. يعني اين احترام الاساطير؟ اين احترام الرموز؟ يعني اي مكان لا يحترم رموزه ولا يحترم اساطيره، اعتقد ده بيبقى هدم لحاجات كتيره جدا، هدم القيم وهدم المبادئ وهدم التقاليد. شوف الراجل طلع وهدم المستقبل. بالظبط. يعني شوف مبابي ده بالنسبه لزين الدين يعتبر عيل صغير طبعا، فيطلع يقول لك ده الاسطوره بتاعتنا، ده القدوه بتاعتنا. زي انتوا بتهدموا القدوه قدامنا، والقدوه لم تهدم مثلا. يعني ما حدش تجاوز في حقه ولا قال له خالتك ولا بنت عمتك ولا حد اتكلم في حاجه زي كده، ولا حد تجاوز في اعراضه ولا سابه. لا 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 خالص. هم ثلاث حاجات، ثلاث كلمات خاصه ان هو مش هيدرب ويروح يدرب البرازيل ويدرب مش هيرد عليه في التليفون، واعتبرها انها بموجب اختصاصاته يعني او يقصد ده يعني. والراجل جاله حقه لغايه هناك. فمتى يا استاذ عصام نحترم الاساطير بتاعتنا؟ الرئيس الفرنسي يغادر مقصوره الشرف الى حيث نجوم فريقه ويطلب منهم انهم يقوموا من الارض في النهائي، ويقعد بعد خسارتهم للنهائي امام الارجنتين طبعا. نفس الاستكمال اللي بيقوله محمد القوس، هكذا هي العلامات المضيئه. صحيح. ده اللي لازم للاسف. ازاي انا مش قادر اقولها نعمل ده او نبني عليه؟ كنا وان شاء الله نفضل كده.